إذا نتحدث الآن إلى الزميل عربي مرزوق مراسل إكسترا نيوز في برلين. عربي، ما التوقعات فيما يتعلق بنسب التضخم بعد أن ارتفعت ووصلت لمستوى 4.5%؟ الحقيقة دينا أنا هكمل على كلام الأستاذ حسين. نسبة التضخم في ألمانيا خلال الشهر الماضي في أكتوبر وصلت لأعلى معدل منذ 28 سنة تقريبا منذ هدم جدار برلين وتوحيد ألمانيا، وصلت ل 4.5%. خلال الشهر الجاري أكد المحللين وحتى البنك المركزي الألماني خلال نوفمبر الجاري سترتفع لأول مرة في تاريخ ألمانيا إلى 5% تقريبا نسبة التضخم هنا في ألمانيا. حقيقة الأسباب الرئيسية كما جاء على لسان المحللين هنا في ألمانيا دينا هو بالطبع نفس السبب العالمي، بما أن ألمانيا مرتبطة عالميا بالاقتصاد العالمي، الاقتصاد الالماني تحديدا، وهو انقطاع سلاسل التوريد بالطبع. ولكن البروفيسور الحقيقه هاندريك مولر ده من اكبر الخبراء الاقتصاديين هنا في المانيا، قال تحديدا في احد المقابلات صباح اليوم ان عصر المواد الاوليه قد انتهى وندخل في عصر ندره المواد الاوليه، ولكن عندما جاء فيروس كورونا اظهر هذه الازمه وان المواد الاوليه بدات تندر في العالم. لذلك انقطاع سلاسل التوريد هي كانت مسألة وقت فقط بسبب ندرة المواد الأولية. ولكن آراء المحللين هنا أن انخفاض الأسعار وانخفاض التضخم كل ذلك سينتهي بعد فتح الاقتصاديات مرة أخرى وعودة النشاط الاقتصادي بعد انتهاء أزمة كورونا. وبالمناسبة هذه التصريحات أيضا كريستيان لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي التي ترى أن التضخم في الاتحاد الأوروبي سيصل على المستوى الطويل إلى 2%، وكل هذه الأزمة ستنتهي بعد انتعاش الاقتصاديات الأوروبية بعد انتهاء أزمة كورونا إذا كانت ستنتهي في القريب. أيضا الأمر الأكثر أهمية كما كنت تتحدثين دينا وهو الغاز والمحروقات. هناك سببين رئيسيين لارتفاع أسعار الطاقة هنا في ألمانيا. بالنسبة للغاز، الاتحاد الأوروبي في الفترة الماضية وبسبب السياسات الحياد المناخي بدأت يعتمد الاتحاد الأوروبي وألمانيا أيضا على الغاز بشكل كبير، وبأن المصدر الأول هو روسيا والمصدر الثاني للاتحاد الأوروبي هو أيضا النرويج. هناك أزمة في محطة النرويج منذ أكثر من عامين، ولذلك الإنتاج أقل هناك، ودول الاتحاد الأوروبي تعتمد على الغاز بشكل كبير وبدأت تنسحب من استعمال الفحم الحجري، مما أدى إلى ارتفاع الغاز بشكل كبير خلال الفترة الماضية، حتى أن اتحاد النقابات العماليه في الاتحاد الاوروبي بالكامل رفع تقريرا الى المفوضيه الاوروبيه وقال ان هناك 3 ملايين عامل اوروبي لن يستطيع دفع مصاريف التدفئه هذا العام تحديدا شتاء 2021-2022، وهي كارثه بكل المقاييس لانه رقم كبير جدا بالنسبه للعمال نتيجه ارتفاع اسعار الغاز واسعار زيت التدفئه داخل الاتحاد الاوروبي. ولكن على المستوى البعيد البنك المركزي الاوروبي يرى ان داخل المانيا والاتحاد الاوروبي سينخفض التضخم، والمانيا لديها خطه حسب البنك المركزي الالماني بدايه من الصيف المقبل 2022 سوف ينخفض التضخم هنا في المانيا. طيب لنتحدث عن الحلول التي وضعتها الحكومة الألمانية للتعامل مع هذا الوضع، بالذات أننا يعني بدأنا فصل الشتاء وطبعا الحاجة إلى التسوق مع وجود موسم الأعياد وأيضا الحاجة لزيت التدفئة تزداد. الحقيقه اللي اكون امينا دينا، القوى الشرائيه للمواطن الالماني ما زالت مستمره، الجميع يشتري، لا يوجد نقص في الشارع الالماني او في الاسواق الالمانيه لاي منتج ايا كان، ولكن الاسعار ارتفعت كما اشرت، ولكن لا يوجد نقص في الاسواق. الحقيقه اسعار يعني الطاقه زادت من 18 ل 20%، المحاصيل الزراعيه زادت 22%، الحبوب كما اشرتي 34%، ودي زياده كبيره جدا ما حصلتش من سنه 2003 هنا في المانيا. الحلول الحقيقه، ودي السؤال اللي بيساله المواطن الالماني، الازمه دلوقتي في المانيا في حكومه جديده تتشكل الان في المانيا من 3 احزاب، كل حزب له وجهه نظر مختلفه، حزب الخضر وحزب الاشتراك والليبرالي في ازمه الضرائب تحديدا. حزب الاشتراك طبعا يرى بفرض ضرائب، وحزب الخضر فرض ضرائب على كل من يزيد دخله ربما عن 200,000 يورو سنويا هنا، واستثمار هذه الاموال للفئات التي لديها دخل ضعيف في المانيا. وايضا منذ وقت طويل موجود في المانيا هنا ان ما لا يرضى اسعار الطاقه، الحكومه الالمانيه تتكلف بهذه الاسعار وتسدد له هذا السعر تحديدا. ولكن نعم، القوى الشرائيه في المانيا ما زالت يعني المواطن الالماني ما زال قادر على شراء جميع المنتجات، ولكن هناك دراسه اكدت ان في المانيا ودول الشمال الاوروبي الغنيه تقريبا يعني في تراجع مستويات المعيشه وصلت حسب الدراسه ل 25%، الجميع يحاول ان يقتصد الان دينا في المانيا ودول الشمال الاوروبي الغنيه. شكرا جزيلا لك عربي مرزوق مراسلنا في برلين.